فرسان لعبيا ولطويس وكحلال هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان احنا اهل البحر فينا الوفا من زاد انحب ديرتنا ونعز كل الناس احنا للبحر فينا الوفا من زاد انحب ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب طيبتنا يتعطر الأحساب يلقى معاني الطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يسار يا محلا تزيني بالعالي فوقين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي يلا يا مالي يا سلام صلى وسلم عليك يا رسول الله يا الله يا هي يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله عفرين فمان الله يا الله يا يا الله 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 يا سيدي يا الله
مساء الخير مشاهدينا، متواصلين معاكم من برنامج السارية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. إن شاء الله تكونون مستمتعين معانا مثل ما احنا مستمتعين باتصالاتكم. أكيد متواصلين معاكم أنا والزميل حسن محمد والفنانة القديرة سلوى بخيت. مساك الله بالخير حسن. مساء الورد نيلة، مساء الورد لكل المشاهدين اللي قاعد يتابعونا، وما شاء الله بداية جدا جميلة وايد مع فن وايد الفجري الرائع اللي بدينا فيه في برنامج السارية، وأكيد عشنا لحظات حلوة وبإذن الله بنكمل هذه اللحظات معاكم إلى نهاية حلقة اليوم. الأمس كنا عايشين حلقة جدا جميلة أكيد. حلوة مع المسابقة مع الجوائز الجميلة، سيارتين فازوا فيها اثنين من الفائزين معانا البارحة، وأيضا السيارة اللي طلعت بألف دينار ما شاء الله كانت هدية جدا جميلة للشخص اللي حاز على هذه الجائزة. بإذن الله اليوم أيضا مفاجآتنا راح تكون عديدة، لكن في البداية مشاهدين أكيد حاب أشكر الداعم الأول لهذا البرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج طيلة الشهر اللي فات الفضيل طبعا، وأيضا أيام العيد. أيضا ما أنسى أشكر شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده وشركة إبراهيم خليل كانو. أكيد طبعاً إحنا نشكرهم وشكر موصول لجميع الداعمين لهذه البرنامج أكيد. ومتواصلين أيضاً لغاية ثالث أيام عيد الفطر المبارك بهذه البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله طبعاً كالعادة الحين بننتقل إلى الفريج ونسوان الفريج وهم هلال إيش قاعد يحضرون إيش قاعد يسوون، بنروح نشوفهم وراجعين لكم إن شاء الله. هلا ويا مرحبا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بكم وحياكم الله في ثاني يوم من العيد. الله يمسيكم بالخير يا جماعه. يا هلا ويا مرحبا. هلا هلا طيبه طوب حولك. يا سلام على إيه. الروايح بخور الزين إيه. والروايح الطيبه ثاني يوم العيد، الصلاه على النبي محمد على قدامنا وعلى يميننا ومر إيه على يسارنا. اي نعم ان شاء الله عليكم والجدور اليوم عاد الجدور بقول لك مكبوس ربيون هذه هامور مكبوس هامور ومحشيه بربيون. يلا يا سلام يا سلام سلم يا سلام سلم عن اللحمون ايه بس شبعنا رحم شبعنا من شبعنا عسى الله يسلم مطعم الدعوس ما قصر شبعنا ايه شبعنا الشهر هالكريم ما شاء الله ايه وهالخضرة وهالخير والماي والوجه الحسن نعم يوجد نعم 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 حياكم الله ولا تقصرون وعساكم على القوة بالخير يا جماعة الخير. شلونكم عساكم طيبين يا سلام قدامهم الخضر قدامهم الخير. تفضلي حبيبتي وسلمتي وسلمتي من الشر سلمتي من الشر يا سلام. اي شلونك في العيد شو اخبارك؟ عيد وخير. اي نعم عيد وخير ونعمه. اي اي تفضلي خلفها لي سلمتك سلمك ما شاء الله ما شاء الله. ايه سفرات العيد قدوع العيد نعم ماشي. اي بس العيال قالت تشعت شبدهم من هاللحم إيه ومن هذه قالوا يبون هامور محشي بربيون سوينا مكبوس لهم. يا سلام. اي نعم سوينا مكبوس والباقي عند الله. الباقي عند الله ماشي. نعم الباقي عند الله. اسلمك يخليك الله خير يبارك فيك حبيبتي. عود الحين سامحوني سامحوني ايه بسير عنكم ايه بروح حق ولدي حسن وبنيتي تدخني تدخني يا ولد اكرمكم الله وطيب الله يسلمكم تدخني ولا قصرت الله يسلمك قصر عنك الشر قصر عنك الشر حطي يا سلام نيلي ومشاهدينا. يعني اليوم القاعدة في الفريج قاعدة جميلة، المباخر قاعدة تفتر وريحة البخور أمانة بدون مبالغة يمكن واصل هني لأن المكان قريب تقريبا والليتات المزينة الليتات الحلوة القديمة أيضا مزينة هني في المكان اللي احنا فيه، والقاعدة
القعدة الحلوة والسوالف البسيطة الجميلة اللي ممكن تصير في العيد ما بين نسوان الفريج وحتى فعلا الأهل في لمتهم. فعلا صدقت، والفواكه الحلوة اللي حاطينها من مزارعنا طبعا، فواكه من مزارع بحرينية، شغل بحريني عدل. فعلا صدقت. طبعا احنا اليوم مشاهدينا أيضا وصلتنا كيكة مقدمة لبرنامج السارية من مجلس علي بن محمد الأنصاري من الرفاع الغربي، نشكرهم أكيد وهم يهنئون القيادة الحكيمة والشعب البحريني الوفي بمناسبة عيد الفطر المبارك. نشكرهم جزيل الشكر على هذه الكيكة اللي تشوفونها هنا معانا في الاستديو. طبعا نشكرهم جزيل الشكر مجلس علي بن محمد الأنصاري رفاع الغربي، جزاكم الله ألف خير، أسعدتونا بهذه اللفتة الجميلة. وأكيد طبعا منكون كالعادة في انتظار مين الغالية أم هلال التي تخطو بخطوات ما أبي أقول سريعة، خطوات متأنية. يا هلا ويا مرحبا ويا غلا يا حي الله من عليكم. الله والنبي يحييك، الله يمسيكم بالخير، مساء الفرح والورد ومساء العيد. ثاني يوم العيد ولله الحمد. تعالي وصلنا اليوم يا الغالي، سلمتوا يا سلام. شل أناقة، شل ألوان، برتقالي اي صدقين ام هلال صاروا يكتبون للناس ان شخبار لون البرتقالي. سيدة ذكرتنا يوم تقولين لي برتقالي نقول له بس خوش برتقالي علي. شنو سلام عليكم، زينينه ولا يزينك يا الغاليه. اسالها بس من وين سلمت الزين، الصلاه على النبي محمد ما عليك زوج، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق. ما شو اللبس الحلو من وين الغاليه؟ اللبس اي نعم، الله يسلم الشيخه هيبت علي. يا سلام، مسي عليها بالخير ونعايدها ايضا، ما قصرت معانا. ما قصرت. انت من وين حسن؟ انا طبعا كالعاده قصر الوجه اليوم كالعادة. اليوم بسيط لكن بكره ان شاء الله بيكون شيء وايد حلو باذن الله. وانت نايله؟ انا اكيد محمد صالح الزري. يا سلام عليكم، احنا اليوم باذن الله نقدر نقول متالقين. متالقين ان شاء الله. طبعا بنكون متواصلين معاكم مشاهدينا. وش عندنا نايله الحين؟ طبعا الوقت، وقت السياره. وقت السياره من تشوفون ام هلال تتوسطنا لازم تعرفون ان يا الوقت ان احنا نسحب على اول سياره معانا مثل ما شفتوا امس سحبنا على سيارتين، واليوم ايضا عندنا سيارتين مثل ما وعدناكم لطيله ايام عيد الفطر ان شاء الله كل يوم سيارتين، مجموعهم 6 سيارات. طبعا يا الوقت ان احنا نسحب. اكيد طبعا. وسؤالنا كالعاده السؤال الاولي راح يكون عن متى تم افتتاح جسر الملك فهد؟ هذه هو أول سؤال. سؤال السيارة الأولى، لأن مثل ما قلنا إحنا عندنا سيارتين بإذن الله في كل عيد. أول عيد الحمد لله استلموهم، اليوم عندنا سيارتين وبكرة بإذن الله كم سيارتين؟ يا سلام عليك. الرقم ثبت، ثبت على أول متصل إن شاء الله يكون سعيد الحظ ويعرف الجواب يا رب. طبعا الحين طبعا الكنترول بيتواصلون معاه، نشوف ان شاء الله يا رب يرد وعارف الاجابه على طول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. مين بيكون معنا ام هلال؟ ريون. عندك الاحساس وصلت؟ يلا نشوف ان شاء الله. ان شاء الله. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا ومرحبا، معاكم برنامج الساريه، من معنا؟ ميمونه. شنو؟ ميمونه محمد. ميمونه محمد، يا هلا ومرحبا فيك ميمونه. ميمونه مكلمينك بخصوص السؤال السحب على السيارة الأول، متى تم افتتاح جسر الملك فهد؟ عندك الجواب؟ دقيقة شنو؟ ميمونة؟ السؤال نعيده لك، متى تم افتتاح جسر الملك فهد؟ نحتاج منك السنة علشان تفوزين بالسيارة يا ميمونة. متى افتتاح؟ 1986. فعلاً ثبت يا ميمونة، فعلاً فزتي بالسيارة ما شاء الله عليك. هذه الاتصالات الحلوة اللي على طول عرفت الإجابة. مبروك عليك السيارة وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك. مبروك عليك ميمونة. شنو الشعور؟ شنو الشعور؟ أنا الحين مو صادقة، مو مستوعبة. لا صادقة، مبروك عليك يا يمه. يا سلام عليك. ها السيارة احنا وين بتنطلقين فيها أول شيء إن شاء الله؟ أهم شيء الوالد والوالدة. إي دلعيهم، هم أولى ناس. إي والله تستاهلين يا ميمونة. مبروك عليك والله. الله يخليك. وعيدك مبارك. عساك من عوادي يا رب. إن شاء الله. أم هلال عندنا سلام لك من جدتي الغالية الله يرحمها. كانت تطالعك من فترة وتوفت. الله يرحمها ويحسن إليها رحمة ما فيها عذاب.
الله يرحمها. الله يرحمها. حبيبتي يا ميمونة تستاهلين الخير وتستاهلون كلكم الخير إن شاء الله. مشاهدينا هذه كانت أول سيارة معانا اليوم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. طبعاً عندنا السحب على السيارة الثانية بس لاحقاً إن شاء الله خلال الحلقة. فخلونا الحين مشاهدينا نشوف معاكم السؤال مسابقة السيارة لبكرة وراجعين نتواصل وياكم. ظلت إذاعة البحرين ومنذ افتتاحها في احتفال رسمي تحت رعاية المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، ظلت ولسنوات عديدة بلا منافس في الساحة الإعلامية وفارس قوي الحضور في الميدان. واستمرت إذاعة البحرين في تطور مستمر إلى أن افتتح أمير البحرين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مبنى الإذاعة الجديد في وزارة شؤون الإعلام في 18 من يناير من العام 1982. وعلى الرغم من المنافسة التي تشهدها الإذاعة من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى بكل تطوراتها التكنولوجية، إلا أنها لا تزال جهازاً إعلامياً فعالاً ومؤثراً، وذلك لإمكانياتها ومميزاتها. وتعد إذاعة البحرين من الإذاعات التي تمتلك حضوراً ملحوظاً في الساحة الإعلامية، وتقوم بنقل صوت وثقافة وواقع وحاضر مملكة البحرين. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. شفنا الفيديو مع بعض، هو سؤال ثالث أيام العيد، والسؤال هو متى تم افتتاح إذاعة البحرين؟ ثالث أيام العيد يعني بعد سيارة جديدة اليوم، بإذن الله بتنتظر سيارة واحدة بعد للفائز الجاي، لكن هذه هو سؤالنا لبكرة إن شاء الله. اللي ما شارك يشارك، عنده وقت إن شاء الله بكرة نفس ما أقول عندنا سيارتين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تكونون من سعيدين الحظ وتحصلون السيارة يا رب. مشاهدينا متواصلين إن شاء الله معاكم من برنامج السارية، لكن طالعين فاصل سريع وراجعين نتواصل بإذن الله. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، واكيد راح نبتدي معاكم المسابقه في الساريه، ومعانا اول اتصال من منى علي. مساء الخير منى. يا هلا، مساء النور. كل عام وانتم بخير وعيدك مبارك. وانتم بصحه وسلامه، عساكم العيدين السعيدين. اللهم امين وياك يا رب. منى من وين تكلمينا؟ مدينه عيسى. مدينه عيسى، والنعم فيك واهل مدينه عيسى كلهم. جاهزه منى ان شاء الله؟ باذن الله. باذن الله. اذا جاهز نروح وين؟ عند الغالي ام هلال. اي نعم. يا سلام، نروح عند الغالي ام هلال ونشوف الديره. يا هلا ويا مرحبا بك ام منى. يا هلا حبيبتي، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلام. جاهزه يمه؟
ان شاء الله ان شاء الله نشوف الديره وين بترسيك افتري الديره. قولي يلا الساريه يا منى. يا رب يا منى الساريه يا منى درعنا الله سبحانه. في الياء يا ام هلال. الياء ها وين الياء؟ الياء وين؟ الياء في وين؟ الياء وين يا منى؟ مو ادري. شمال 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 حبيبتي. شمال بس مثل ما قالت بنيتنا نايله مو بذي السؤال. مو مشكله ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله خير. نشوف وياكم مو في حد خسران ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. يلا يعطيك على ما تمنيتي. نشوف امي الصوره وبعدها نسالك ان شاء الله. ها شفتي الصوره؟ اي نعم شفتيها. انزين السؤال يقول شنو اسم حرفة هذا الرجل؟ ها ها عندك 30 ثانية الحين راحوا منهم خمس. صنع السفن. اي شو يسمونه حرفته شو يسمونها؟ ال جا ال جا جا لام الف فاء. قوليها عاد. القلاب القلاب ثبت. ام يدينار مقدمه لك من شركه بتلكو. يا سلام عليك يا منى. ام يدينار وصارت الف لام قاف لام الف فاء. ركزي الحين ما فيها الف لام. منى بنشوف صوره مع بعض وان شاء الله تكسبين 300 يا رب. خلينا نشوف الصوره. باذن الله باذن الله. يلا هذه الصوره يا منى هو عباره عن اتوبيس خشبي اللي كان سائد في المواصلات قبل طبعا قبل 40 سنه نقدر نقول. كانت وسائل المواصلات توقف في المحطه وعلى الزبون او الراكب هو اللي يوصل لذي المكان. كان هناك ريال ينادي باعلى صوته على الجهه اللي يتجه لها الباص فيركب الزبون وينتظر السائق انه يمتلي الباص كله بعدين يتحرك. يقوم هذا الشخص المنادي بالمرور على كل شخص موجود في الباص وياخذ الاجره من عندهم. طبعا قبل المنام بانتين الرفاع ملال كم باربعانات كنا؟ باربعانات. سؤالي ليش منى؟ ما هو الاسم الشعبي لحرفه هذا الرجل؟ اعطيك خيارات؟ اي نعم. هل هو المنادي او الكالندر او المستوفي؟ شو تقولين يا منى تقريبا شنو في بالك؟ اتوقع شنو خير الامور. شنو قلتي؟ الكالندر. الكالندر. يا سلام عليك. يا سلام. 300 دينار من شركه بتلكو تسالين كل خير. ثبتنا ثبتنا حق 300. ثبتنا حق 300 يا منى. منى نعم نعم الله عليك. شوفي يا حبيبتي أنا ساعدتك ويا أم هلال وساعدتك ويا حسن. سبقتيني يعني كنت بساعد بس عاد أقول ليش حبيبتي تستاهلين بس أنا ودي إنك تكتفين بال 300 لأن السؤال ال 500 وايد صعب. السؤال عندي بس الجواب صعب وايد. شو تقولين؟ يعني كلش كلش صعب. أنا ساعدتك هني وساعدتك هني لأن أعرف إن لني علي السؤال صعب السؤال بقدر أساعدك. صعب السؤال ما عندي الجواب. ايش قولت؟ مو وصلوا على الله. وايا منى منى لا تعورين قلبي. يواصلون ويرجعون لمية بعدين انا اتوهق. نواصل؟ ان شاء الله باذن الله على الله. اللي رايحك سؤالك الثالث يقول السفينه احيانا يصيدها تلف في جزء من الواجهه. السبب طبعا يكون ان هي ترتطم في احد من الحجاره او اي سبب ثاني. فيقوم القلاف اللي شفناه في البدايه بتفصيل قطعه خشبيه ويسد الفتحه اللي يعني ارتطمت في الحجاره ولا اي شيء ويرجعها يعني. هذه القطعه الخشبيه اللي تقوم بسد الجزء التالف من الواح السفينه. شو يسمونها؟ هذه الخشبة الصغيرة شو يسمونها يا منى؟ أنا بعد رايلي بحار بعد. دام رايلك بحار واللي سلمت خلي جاوب. قولي. شخاصة يقول شخاصة شخاصة. شخاصة ثبت. يا سلام. ثبت. فعلاً. مثل ما قلتي.
500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وفوقهم أيضا مجموعة عطور بقيمة 200 دينار مقدمة من شركة الحواج. تستاهلين يا منى، عشان كذي احنا نقول دائما خلوا أهلكم حواليكم. وطبعا الشخاصة ولا كثرة الشخايص في المحمل تعتبر ترى عيب، يعني ينقص من سعر السفينة أثناء عملية البيع. 500 الحمد لله، فوق 200 من عند الحواج. يا سلام، مبروك عليك، والحمد لله ما خسرتي. الحمد لله، يعطيك ألف عافية ومبروك عليك. طبعا بنواصل معاكم اكيد، وعندنا اتصال ثاني معنا. عبد الله مساك الله بالخير. يا مرحبا اخوي، شلونك؟ العام وانت بخير. وانت بخير، وانت بخير، صحة وسلامة. الله يخليك ويسلمك. عبد الله من وين تكلمنا؟ من رفاع الشرقي. الله، من الرفاع الشرقي. نعم، على راسني يا الغالي من فوق. نواصل نواصل ليش؟ نبتدي معاك المسابقة مع ام هلال. اتوكل على الله. يا سلام، متوكلين على الله يا ام هلال. معاش عبد الله. يا حياك الله. الله يحييك ام هلال، شلونك؟ ان شاء الله مستعد وجاهز باذن الله. باذن الله ان شاء الله. نشوف الديره وين بترسيك. افتر يا الديره. يا ربي يا عبد الله، تيك الساريه. يلا ان شاء الله الساريه. الساريه امس بلف طلعت ما شاء الله اليوم. ان شاء الله. عبد الله وين اليا؟ اليا شمال. يا سلام عليك. اسئلتك الغالي بتكون في الفورمولا 1. طبعا تعرف الفورمولا؟ اي نعم. ما يحتاج، من الاشياء المهمه عندنا في الديره. جاهز حق السؤال؟ جاهز. جاهزين ان شاء الله. الغالي عبد الله، سؤالك يقول: متى تم افتتاح مضمار السيارات المسمى بحلبة البحرين الدولية التي تقام بها منافسات جائزة البحرين الدولية الكبرى للفورمولا 1؟ هي سنوات، اعطيك خيارات. هل في سنة 2004 او في سنة 2005 او في سنة 2006؟ شو تقول عبد الله؟ 2005. 2000 وكم؟ جددها بكم؟ لا نبي قبلها بسنة. 2004. 2004 فعلا اجابتك صحيحة. كسبت معانا 100 دينار من شركة بتلكو لحد الحين. تستاهل يا عبد الله. متواصلين اكيد حق سؤال الثلاث. ما فيها خسارة. اي اكيد ما فيها خسارة. واصل هو. سؤالك الثاني ما زلنا في الفورمولا 1. سؤالك يقول: كم متفرج تتسع مدرجات الحلبة لهم؟ أعطيك خيارات؟ اي والله ما سمعت الصوت واضح، ما سمعت. أرد أعيد لك السؤال. اي نعم. كم متفرج تتسع له مدرجات الحلبة؟ الخيارات. الله شوف يخلي. بعطيك خيارات يعني إن شاء الله يا رب صوتي يكون واضح. 5000 متفرج؟ لا حلو واضح. 7000 متفرج؟ ولا 10000 متفرج؟ سلام عليك. 10000. 10000 سلام. ثبت. نعم فعلا 10000 متفرج. تستاهل يا عبد الله 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو. تثبيتات ام هلال الاخيره في الحلقات الاخيره فيها اصرار وقوه. ثبت. عاد الحين شلون عاد ام هلال؟ الحين السؤال طبعا 20 ثانيه اقل من الثلاثين الثنتين. تبي بتواصل؟ ما في خيارات. نواصل. واصل ملال. وعن بعد الفرمولة. ها بتواصل؟ نواصل. سهل سهل. ما في خيارات. سهل سهل. خلي واصل سهل. انزين. توكل على الله. أنا عارف بس ما بدي أتعرف. توكلنا عليه وآمن نوبي. انزين. السؤال يقول: ما هو من هو أول فائز بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1؟ فورمولا 1. 20 ثانية. ها؟ شلون ما؟ شوماخر. شوماخر. يا سلام عليك، ثبت. الله يبارك قلبك، تستاهل. 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وفوقهم من الحواج ب 200 دينار. يا سلام. مجموعة عطور من أفخم العطور العالمية. تستاهل. عبد الله. تستاهلون العافية. عبد الله مبروك عليك، أنا ونايلة نعرف الإجابة. يعني كنا بنحاول بنقول شو ما لا انت سبقتنا ما شاء الله عليك. مبروك عليك. الله يسلمك. انا والله عندي فكره بس السؤالين الاولين ما عرفتهم صراحه. لا انت عينك على 500 دايركت. مبروك عليك الغالي. تستاهل. تستاهل. الله يرحم الله والديك.
مشاهدينا اكيد متواصلين معاكم ومع اتصالاتكم، لكن خلونا ناخذ طلع على الفريج ونسوان الفريج وراجعين نتواصل معاكم باذن الله. مشاهدينا حابين نرجع نذكركم بسؤال مسابقة السحب على السيارة لبكرة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، متى تم افتتاح إذاعة البحرين؟ نتمنى أن يكون عندكم الإجابة. خلونا نشوف معاكم فيديو سؤال المسابقة وراجعين بإذن الله. ظلت إذاعة البحرين ومنذ افتتاحها في احتفال رسمي تحت رعاية المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، ظلت ولسنوات عديدة بلا منافس في الساحة الإعلامية وفارس قوي الحضور في الميدان. واستمرت إذاعة البحرين في تطور مستمر إلى أن افتتح أمير البحرين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مبنى الإذاعة الجديد في وزارة شؤون الإعلام في 18 من يناير من العام 1982. وعلى الرغم من المنافسة التي تشهدها الإذاعة من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى بكل تطوراتها التكنولوجية، إلا أنها لا تزال جهازاً إعلامياً فعالاً ومؤثراً، وذلك لإمكانياتها ومميزاتها. وتعد إذاعة البحرين من الإذاعات التي تمتلك حضوراً ملحوظاً في الساحة الإعلامية، وتقوم بنقل صوت وثقافة وواقعي وحاضر مملكة البحرين. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا نرجع نذكركم بالسؤال لثالث أيام العيد إن شاء الله البكرة، متى تم افتتاح إذاعة البحرين؟ هذه حق السيارة الأولى إن شاء الله بكرة. السيارة الأولى سمعت السؤال، أما السؤال السيارة الثانية لثالث أيام عيد الفطر راح يكون في أي عام تم افتتاح متحف البحرين الوطني؟ في أي عام تم افتتاح
متحف البحرين الوطني. بكرة نطرتكم بعد سيارتين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعاً أكيد متواصلين مع اتصالاتكم، ومعنا الحين مريم بوجندل. ألو مساء الخير يا مريم. مساء النور. يا هلا ومرحبا، عيدك مبارك وعساش من عوادة. من عوادة هذيك. شلونك؟ من وين تكلمينا يا مريم؟ بيت اللي قدام. محرق. فمحرق والنعم فيك وأهل محرق كلهم يا مريم. مريم مستعدة إن شاء الله حق المسابقة؟ مريم مستعدة مريم ويانا؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يكونون حولك الأهل عشان يساعدونك. عيل نروح حق الغالي أم هلال تفر لك الديرة. يلا يا أم هلال. يا هلا ويا مرحبا يا مريم. يا هلا فيك. إن شاء الله مستعدة وجاهزة بإذن الله. يلا نشوف الديرة ونبترسيج تري الديرة. رب السوريا إن شاء الله. يا رب. يلا الساري. يا رب الساري. يا الله الله في بنتي. أيوه يا سلام عليك. عمري. في الياه. الياه. تعرفين وين ياه مريم؟ يلا. الياه وين؟ شمال. شمال. يا سلام عليك. أسئلتك بتكون إن شاء الله في الأماكن والمناطق، بس خلينا نشوف الصورة مع بعض وراجعين. إن شاء الله. يلا يا مريم. طلعت لك الصورة مريم؟ لا للحين. بتطلع لك إن شاء الله. إن شاء الله. هذه عندكم في محرق المفروض ها؟ شاية شاية ركزي ركزي ها؟ شاية؟ الشاية اي بس عاد خليني اكمل. مريم مريم يقول لك حي الذي يانا من درب الساية، جد خصني دون ربعي هواية، ياني ولا تمم بقايا ليلة ليلة، خذ العمر والروح يا مشكاية. هذه طبعا ابيات من زوجه بحرينيه قالتها لما رجع زوجها من الغوص عن طريق ممر بحري. يا سلام على اللي يمك، اتوقع يدتك الله يحفظها. الله يحفظها. قاعد تعيد المعلومات وراي صح؟ الله يحفظها ان شاء الله. ويحفظك يا رب. سؤالي لك وابي يدتك ان شاء الله تجاوب الحبيب الغالي اللي معاك. ان شاء الله. شنو هي السايه؟ هل جزيره في غرب المحرق او درب في الزلاق او ممر في سترة؟ واضحه الاجابه. عندكم الاجابه. جزيره في غرب المحرق. يا سلام عليك. ثبت على المية. مبروك عليك يا الغالي 100 دينار. يا سلام عليك، الله يحفظ يدتك ان شاء الله. امين يحفظك يا رب. امين. مواصلين طبعا ل 300 ما فيها خساره. ودام معاك يدتك الله يحفظها ان شاء الله باذن الله فايز 500 مو بس 300 باذن الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يقول لك المثل الشعبي ما عدوا من البلدان الا خصيفه ام الصبان. تعرفين هذه المثل يدتك اكيد تعرفه. سؤالك يقول اين تقع خصيفه؟ اعطيك خيارات. اعطني. هل في غربي البديع ولا شمال الدير ولا ينوب المحرق؟ شو تقولين؟ ها ها الياه وين؟ شمال الدير. شمال الدير. شمال الدير. ثبت ثبت فعلا. ألف مبروك عليك 300 دينار المقدمة من شركة فتلكو. يا سلام يا سلام عليك مريم. نعم جنيبك بتواصلين ان شاء الله باذن الله. السؤال عند الغالي ام هلال. يلا ام هلال بتواصل مريم قالت باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله امي ان شاء الله. ان شاء الله الله يسلم عمرك سلمتي من كل شر. الله يرضى بك ان شاء الله. انت بعد ما شاء الله عليك الصلوات على النبي محمد الله يحفظك ما بتقصرين ان شاء الله وياك. خليت لنا يا ربي. الله يسلمكم بديت روحكم. خليت لك العيال يا كريم ويحفظ لي وياك. امين يا رب العالمين. سلمتي من كل شر. يقول السؤال ايه اين تقع اول كارنتيله في البحرين؟ 20 ثانيه. اول كارنتيله في البحرين وين تقع؟ وين حطوها؟ ها ايه قولي على الاقل توقعات. كازاكان؟ لا 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 جريب جريب من عقب راس رمان تروحين شوي صوب القضيه. القضيه 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 ايوه ثبت.
القضبية. يا سلام عليك في آخر لحظة، تستاهلين 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وفوقهم هدايا من الحواج مجموعة عطورات 200 دينار. مشكورة مشكورة مشكورة، تستاهلين يا سلام والله. عاد يا مريم كنت ناطري بباب الصراحة. يا سلام يا سلام عليكم، ألف ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. الحين سمعوا يقول أستاذنا خليل المريخي إن أول كارنتيلة كانت في القضيبية، من بعدها انتقلت إلى المحرق عام 1929 في حالة بماهر مكان خفر السواحل حالياً. خلونا نشوف صورة الأستاذ خليل المريخي. هذه الصورة على الشوشة. يا سلام يا أم هلال، الحمد لله 500 وخذوها، ألف ألف مبروك. طبعاً مشاهدينا الحين بننتقل وبنشوف فن جميل رائع، فن الفجري معاكم، وبنرجع نتواصل معاكم في المسابقة، كونوا في انتظارنا. قدام قدام الها Yeah.
كأنه رحت في رحلة بحرية خاصة أم هلال. اي نعم. مشاعر شذياتني غريبة صراحة. والله اني وياك كنت منك يا حبيبي. كنا وياك ترى على نفس المركب. على نفس المركب. كلنا يبي هلل فن. يبي هلل. اي والله العظيم فن جميل وراقي جدا صراحة. يا سلام. ما شاء الله يعني الحمد لله انهم موجودين معنا اليوم لان فعلا مونسينا. مستمتعين فعلا وايد. يعني من قلبنا فعلا مستمتعين. وايد اكيد متواصلين مع اتصالاتكم مشاهدينا. عندنا اتصال جديد معنا جابر العسم. ألو مساء الخير يا جابر. مرحبا جابر. ألو مرحبا. ألو يا هلا ومرحبا. عيدك مبارك عساك من عوادة. ألو. ألو جابر أنت معنا على الهواء. مساك الله بالخير وعيدك مبارك. جابر بس ممكن ترفع صوتك؟ أنت معنا على الهواء مثل ما قالت نيلة. شلونك؟ العام أنت بخير. أنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. جابر من وين تكلمنا؟ الرفاع. من الرفاع؟ والنعم. والنعم فيك وأهل الرفاع كلهم. جاهز جابر؟ نعم. ننتقل إلى الغالي أم هلال. يلا يا أم هلال. يا هلا يا جابر يمه. إن شاء الله مستعد وجاهز. إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف الديرة وين بترسيك. افتري يا الديرة. تري الديرة. تري من قلب يا الديرة ونشوف إن شاء الله. قول يلا السارية. يلا يا رب. يلا يلا. يا رب يا جابر إن شاء الله. الله يرزقك يا يمه. في مطلع. جابر تعرف من مطلع؟ شرق. صح. كفو عليك. بس مو ذي سؤالك مثل ما تقول نيلة. سؤالك بيكون في المصطلحات البحرية بيكون معي أنا في البداية إن شاء الله. جاهز جابر؟ جاهز. يلا. جابر يقول لك أهل الغوص اتركوا لنا إحنا أبناء الجيل الجديد جملة من الأمثال الشعبية المتداولة عندهم وظلت علامة بارزة في أدبنا الشعبي وطبعاً بعضها نعرف معانيها وممكن نستخدمها لليوم والبعض الآخر أو الكثير منها ما يعرفون لا معناها ولا مفرداتها مثل هالمثل اللي يقول أنا يا دول عنك فوق. سامع المثل ذي من قبل؟ لا والله. انزين انا اعطيك ان شاء الله خيارات والسؤال. سؤالك يقول شنو معنى كلمه دول؟ هل الابتعاد عن المشاكل او الغرور او الابتعاد عن الاماكن العاليه؟ 30 ثانيه عندك جابر. شو تتوقع؟ ابتعاد عن المشاكل. يا سلام وانا ما ابي مشاكل معاك. وبعطيك المية على طول. مبروك عليك لمية دينار. يا الغالي استوهل. يا سلام يا سلام. طبعاً يعني مثل ما نعرف الدول أم هلال هو شيء هلامي يلصق في جسم الغيّيس فكان وايد يسبب له نفس الالتهابات والاحتكاكات فكانوا ساعات الغيّيس يلبس شيء اسمه شمشول عشان يحمي جسمه فساعات يكون واحد فوق المركب يشوف الغيّيس تحت فيقول أنا يا دول عنك فوق. عنك فوق وكأن أنا مالي شغل في المشاكل أتحمل المشاكل بروحك. حلوة والله. حلوة مثل عجبني. أنا يدول عنك فوق. جابر مرحبا. جابر هلا. إن شاء الله مواصل حق 300 ما فيها خسارة إن شاء الله. إن شاء الله. يقول لك في بحار ينصح بحار صغير السن يعني واحد أكبر سن ينصح بحار سنه أصغر يقول له يعني يعطيه من خبرته يقول له كانك راعي خشب قوع اعتاداتك. حلو الكلام؟ حلو. شنو معنات كلمة اعتاداتك لما ينصحه؟ أعطيك خيارات؟ أعطيني. هل معناتها قوع عزيمتك ولا أشرعتك
ولا حبال المراسي؟ حبال المراسي. حبال المراسي. شو تقول ام هلال؟ ثبت ثبت. وهذه 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، تستاهل يا جابر. يا سلام عليك يا جابر، 300 ضمناها، بس انا ما ادري السؤال الثالث عند ام هلال، هل صعب هل سهل هل بتواصل؟ انا ما ادري ام هلال شو الاخبار عند السؤال. والله شو اقول لك، 20 ثانيه وما في خيارات. وكني شلون يعني صعب عندك؟ صعب. اوف، في مبوتل وحكي. نسال جابر. جابر شو تقول؟ تقول يمه جابر، هل بتسلم على 300 مثل ما تقول ام هلال او بتواصل؟ شلون بيواصل؟ ما في خيارات وفي حكي شرح، يعني هذا اللي انا اشوفه قدامي. والجواب انا ماني بعرف، انت مدودهم بسعه وانا بحر في عيني. ما عليك. شو تقول؟ ترجع 100 دينار وتروح ال 20 ثانيه؟ ان شاء الله خير. ولا بتاخذ ال 300 دينار؟ بواصل 500. بيواصل يقول. بتواصل 500؟ بواصل. يعني عيال هذه برايك انت؟ ايه. على رايك كيفك يا يبا؟ أولا الله أتمنى يعني أن أنت تطلع بالثلاثمية أحسن لك. لا لا، خلينا على 500. السؤال ها؟ نعم؟ خلينا على 500. إن شاء الله إن شاء الله، الله يعطيك على ما تمنيت. يقول السؤال، أحياناً تحاول أن تنجز عمل لكن إيك من يقول لك تير على لحم، تير على لحم، تير 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 مو تير، تير على لحم. اشرح لنا المقصود من هالتعبير. 20 ثانية عندك، ترى لا تمهل. 20 أمي ثانية، يلا فكر فيها. شحن الميداف. نعم. سحب الميداف. كمل كمل. عند شيئين، في تيير وفي لاحم. سحب الميداف ولام عسفير على اليابسة. نعم صح، يا سلام عليك، ثبت وانت صح. 500 دينار مقدمة لك من شركة بتلكو، وفوقهم 200 دينار من شركة عبد الوهاب الحواج. مجموعة عطور مقدمة من أفخم العطور. ما شاء الله عليك يا جابر، حسستني وكأن في واحد يمك وقاعد يساعدك، ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك وعلى إجاباتك، مبروك عليك، ألف مبروك، يعطيك العافية. طبعا مشاهدين راح نكون متواصلين معاكم، ولكن بنروح فاصل ونرجع نتواصل معاكم. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة ثانية من السارية وعيد السارية. سمحوا لنا نرجع نكرر الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضاً إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج، وشركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده وشركة إبراهيم خليل كانو. طبعاً مشاهدينا أكيد دائماً نحب نذكركم بطريقة المشاركة معنا في المسابقة، تقدرون تدخلون على الرابط اللي موجود على الشاشة، تسجلون فيه كل بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الموبايل وأيضاً الرقم الشخصي، وإن شاء الله لبكرة تكونون معنا وتشاركون معنا وتفوزون معنا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أكيد لمتابعة البث المباشر لبرنامج السارية وأسماء الفائزين في المسابقة
الحلقة تقدرون تدخلون على حساب الموروث الشعبي عن طريق تطبيق الإنستغرام. أما الحين مشاهدينا خلونا نشوف وياكم سؤال مسابقتنا لثالث يوم العيد وراجعين بإذن الله. ظلت إذاعة البحرين ومنذ افتتاحها في احتفال رسمي تحت رعاية المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، ظلت ولسنوات عديدة بلا منافس في الساحة الإعلامية وفارس قوي الحضور في الميدان. واستمرت إذاعة البحرين في تطور مستمر إلى أن افتتح أمير البحرين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مبنى الإذاعة الجديد في وزارة شؤون الإعلام في 18 من يناير من العام 1982. وعلى الرغم من المنافسة التي تشهدها الإذاعة من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى بكل تطوراتها التكنولوجية، إلا أنها لا تزال جهازاً إعلامياً فعالاً ومؤثراً، وذلك لإمكانياتها ومميزاتها. وتعد إذاعة البحرين من الإذاعات التي تمتلك حضوراً ملحوظاً في الساحة الإعلامية، وتقوم بنقل صوت وثقافة وواقعي وحاضر مملكة البحرين. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا نرجع نذكركم ان للحين اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا السحب على السيارة الثانية ان شاء الله في وقت لاحق، وهذا الفيديو اللي شفتوه راح يكون سؤال ثالث ايام العيد يعني بكرة ان شاء الله. السؤال يقول: متى تم افتتاح إذاعة البحرين؟ عندكم الفرصة ان انتوا تفوزون بالسيارة للحين حق بكرة ان شاء الله. طبعا اكيد في سيارة ثانية، سيارة اولى وسيارة ثانية. طبعا سؤال السيارة الثاني لثالث ايام عيد الفطر: في اي عام تم افتتاح متحف البحرين الوطني؟ سؤالين وسيارتي بإذن الله أيضا راح تكون في انتظاركم في برنامج السارية إن شاء الله. بإذن الله يعني بإذن نتمنى الله. إن اللي نتصل له نفس اليوم على طول يجاوب، يعرفون الإجابة على طول. وعلى فكرة عندنا بعد اليوم متصل واحد وبإذن إن شاء الله بيكون الله. فائز واحد معنا جديد حق السيارة الثانية لليوم. طبعا حق اللي تابعونا أحب أن أذكر أن السؤال الثاني اللي راح تجاوبونه في وقت ثاني اليوم، عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا مرحبا، حياكم الله اليوم. والله خاطري في نيال او شيء ان شاء الله. يا سلام، ضروري لا تنسونا. ها يا سلام، شو القدوة عادش عندهم ملابس؟ كل الخير، سمبوسه حلوه هذه ضروري هم هلا. بالعافيه ضبط نسوان الفريج واللي سلمت. خل ارجع اذكر المشاهدين بالسؤال الثاني للسحب على السياره اليوم الثانيه ان شاء الله راح يكون: كم عدد البطولات اللي اقامتها لجنه رياضات الموروث الشعبي في سنه 2019؟ ان شاء الله يكون عندكم الجواب جاهز حق اليوم. طبعا مثل ما ذكرنا بان الاتصالات بتكون معاكم ايضا مستمره بكره، حتى اللي ما شارك حق مسابقتنا الرئيسيه تقدرون تسجلون البيانات كلهم، شاركونا لاخر يوم ان شاء الله ثالث ايام العيد مع السارية. ونفس ما قلنا في العديد من المفاجآت والفنون اللي راح نشوفها ان شاء الله معانا ان شاء الله باذن الله. عاد الحين نرجع حق الفن اكيد، واهل الفن. اهل الفن يا سلام، نركب على المركب ونروح معاكم في رحله ثانيه، نشوف هذا الفاصل الجميل الفني وراجعين نتواصل معاكم في السارية. سلام يا عزوتي يا أهل اللزم، أهل اللزم
وش دا في ظلكم له مزبن له مزبن وشداء كم بالحروب يحل الصخاء وشداد وشداد الخليفة يا عزوتي الخليفة يا عزوتي حاش الفخور بالسيف الخليف يا عزوتي عاش الفخور بالسيف بالسيف لثار هج الولى لثار هج الولى والرج وجوه والرج وجوه السيف على الخيل وعلى المرجفات وعلى المرجفات اشداء Thank you.
جميل وجه تحية لفرقة قلالي. بس بالنسبة لي أنا ما شاء الله الفرقة كلها في صوب، والطفل اللي شفناه يؤدي هذه الرقصة الرائعة بإذن موسيقية تبارك الله، الله يحفظه إن شاء الله من العين ومهلال. يعني ما شاء الله نتكلم عليه بكل خير. أي والله. وإحنا نشوفه يعني الله يحفظه. أي والله الله يحفظه. أي بعد يبي له شوية. أي نعم. صلاة على النبي محمد، اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ما شاء الله عليه. الله يحفظه حق هلا إن شاء الله. طبعا مع هذا الفن الجميل بنبتدي معاكم مرة ثانية المسابقة معنا متصلة إيناس إبراهيم. مساك الله بالخير وعيدك مبارك. هلا مرحبا اخوي، مساك الله بالنور وكل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة يا الغالية إيناس. من وين تكلمين؟ من البديع. من البديع، والنعم فيك واهل البديع كلهم على راسنا. ينعم بحالك. الله يخليك الغالية. جاهزة ان شاء الله؟ ان شاء الله. بس دام احنا جاهزين على طول وين نروح؟ السارية. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نروح عند الغالية ام هلال ونشوف. الله يرزقك السارية. بس الحين ان شاء الله، ان شاء الله بس الحين بنروح نشوف الديره وين بترسيت. نعم. وافتري الديره. يلا نشوف الديره وين بترسيت. يا يلا الساريه، دام خاطرك في الساريه. ان شاء الله يا رب. الياه، وين الياه؟ اليوم كله في الياه في الشمال. وانت الصح يا ايناس. طبعا شفتي الفن اللي عرضناه قبل شوي، فن الفجري. نعم. اسئلتك بتكون ان شاء الله على فن الفجري. سؤالك يقول، طبعا الجرحان سمعناه يقول: سلام يا عزوتي يا اهل الصخة وشداد. وسمعنا النهام يقول: ليثار عجل بلة ورد خدود السيف. انا اقول النياب تشبيه بليق واجاد فيه. سؤالك يقول: شنو هو عجل بلة؟ شنو هو عجل بلا؟ تحتاجين خيارات؟ أكيد تحتاجين خيارات. خياراتك تقول: هل هي شدة المرض، ولا غبار الحرب، ولا المصايب العاجلة اللي أصلها عجل البلا؟ غبار الحرب. غبار الحرب. شو تقولين يا أم هلال؟ يا سلام، ثبت ثبت. الله هذه 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهلينها يا إيناس. يا سلام عليك يا إيناس. سؤالك الثاني بيكون مع أم هلال على 300 دينار إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. خليك منتبهة، الله يرضى عليك إن شاء الله وتفوزين بال 300. إن شاء الله يا رب. يقول السؤال: سمعنا النهام في المقدمة يصدح بهالأبيات الشعرية الجميلة، ما اسم السؤال طبعا ما اسم هذا النوع من الشعر؟ طبعا في خيارات: هل هو لزهيري او الموال او نبطي، ما ظنيت، او زجل. زجل شو تقولين؟ ها الزهيري. ايوه ايه، اول موال. ثبت ثبت. يا سلام عليك يا ايناس، 300 دينار فزتيها حين السؤال. الحمد لله. ايناس قاعد طالعينها الابتسامه. والله شكله الأسئلة صعبة. سؤال الجاي صعب وأنا ما أعرفه، فأنا ما أعرف هل بتسلمين على 300 إيناس؟ لأن أخاف تصير علي أنا بعدين. يعني الجواب؟ أمانة ما أعرف، لأن دائما السؤال الثالث ما يكون عندنا، وبيكون عندك 20 ثانية. أنا أخاف تردين حق 100، ما أدري. حلوه. أنت براحتك. هل بتسلمين؟ لا حلوة 300. حلوة. حلوة 300. حلوة 300. بس تستاهلينها. يلا يا إيناس، والله سمحي لي الغالية، مبروك عليك 300. أخاف تجاسفين وتروحين حق 100، ما أرضى. لا بس 300. مبروك عليك 300. وأيضا تستاهلين، راح النصيف سالم. نعم. وأيضا غير 300 إي، وفوقهم فوقهم طبعا محلات الحواج مقدمين لك أفخم العطور العالمية بقيمة 150 دينار. تستاهلين يا الغالية. الله يخليكم، ما قصرتوا. تستاهلين. إلى أن فعلا أنا الصراحة تسلمون.
طبعاً ارتحنا ان هي سلمت لان سؤالك الثالث صعب. اي والله مستحيل. يعني اذا الصج ردت حق المية نفس ما تقول ام هلال، هاي النظره الحزينه تجينا من قلب والله العظيم وايد بدون حتى حلفان او شيء. مو بس النظره الحزينه، الشعور الحزين. يعني انا ما انسى متصلتين، يعني حاولت معاهم ارجوكم لا تواصلون. صحيح. ويواصلون وما عندهم احد يساعدهم ويرجعون حق المية دينار وانا اللي استلم. بس ايناس الحمد لله يعني الحمد لله. طلعت راضيه، يعني الله يسلمها يحفظها، الحمد لله فازت معانا. الحمد لله رب العالمين. اكيد مشاهدينا بنتواصل معاكم، لكن خلونا ناخذ طله على نسوان الفريج في الفريج وراجعين وياكم. أنا أترك التعليق عن الفريج وطباخ الفريج من غير ما نعلق أم هلال. نعم. شوفي النعم مالتك. أنا سايحة للحين. فيها حنية، نفس الفن الفجر اللي شفناه مساعة. إيه؟ في شوق حق الأكل. لا ردي ردي قولي لي. شفت الإدام الحشو؟ إيه؟ الربيون كنا فخوخة. إيه؟ السلام. والزبيب مورد ومزهر كنا لولو. يا الله السلام. سلام. بالعافية إن شاء الله بيوصلك إن شاء الله لمكانك عقب شوي. في قلبكم بإذن كلكم. بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعاً مشاهدينا أكيد ودنا نذكركم بسؤال المسابقة للسحب على السيارة لثالث أيام عيد الفطر إن شاء الله حق بكرة، فخلونا نتابع وراجعين نتواصل وياكم. ظلت إذاعة البحرين ومنذ افتتاحها في احتفال رسمي تحت رعاية المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، ظلت ولسنوات عديدة بلا منافس في الساحة الإعلامية وفارس قوي الحضور في الميدان. واستمرت إذاعة البحرين في تطور مستمر إلى أن افتتح أمير البحرين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مبنى الإذاعة الجديد في وزارة شؤون الإعلام في 18 من يناير من العام 1982. وعلى الرغم من المنافسة التي تشهدها الإذاعة من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى بكل تطوراتها التكنولوجية، إلا أنها لا تزال جهازاً إعلامياً فعالاً ومؤثراً، وذلك لإمكانياتها ومميزاتها. وتعد إذاعة البحرين من الإذاعات التي تمتلك حضوراً ملحوظاً في الساحة الإعلامية، وتقوم بنقل صوت وثقافة وواقعي وحاضر مملكة البحرين.
للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مثل ما شفتوا السؤال اللي عرضناه، هذه هو السؤال لثالث أيام العيد يعني بكرة. السؤال يقول: متى تم افتتاح إذاعة البحرين؟ هذه طبعا السؤال الأول للسيارة الأولى المقدمة باكر. أما السؤال الثاني للسيارة أيضا لثالث أيام عيد الفطر، راح يكون: في أي عام تم افتتاح متحف البحرين الوطني؟ الأسئلة أتوقع ما شاء الله هينة، واكيد الناس حلوة. راح تعرف الاجابات باذن الله. ان شاء الله باذن الله. نروح طبعا ناخذ اتصالات مع المشاهدين ام هلال ونيله، وعندنا اتصال باسم خليفه لكن بيكلمنا ابو خليفه. مساك الله بالخير ابو خليفه. يا مرحبا اخوي حسن. هلا وغلا، مرحبا، عيدك مبارك. يا مرحبا فيك وفي نيله وام هلال. يسلمك ويخليك، عساك من عواد ان شاء الله. من عواد ان شاء الله. الله حبيبي، الله يخليك ابو خليفه. من وين تحاكي لنا؟ أكلمك الله يطولك من مدينة حمد. والنعم فيك وأهل مدينة حمد كلهم يا الغالي. الله يسلمك خليك ربي. إن شاء الله جاهزين مثل الحماس اللي قاعد تكلمني فيه. إن شاء الله بإذن الله تعالى. نروح عند الغالي أم هلال. نروح عند الوردة إن شاء الله. ونشوف الديرة عند الوردة. يلا. سلمت ودمت. الله يسلمك أم هلال. إن شاء الله مستعد وجاهز بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أخواننا الساري وترس علينا. إن شاء الله يا قادر يا كريم. الله ينولك. آمين يا رب. الحين نشوف الديرة وين بترسيك. وافتر يا الديرة. افتر يا الديرة. افتر يا الديرة. يلا الديرة وين بترسيك يا الغالي ابو خليفة؟ يا رب السارية. شلون شك؟ ما طلع. وين ما طلع ابو خليفة؟ ما طلع. شرم. يا سلام عليك. ابو خليفة سؤالك بيكون عن اللولو. جاهزين؟ عن اللولو. جاهز. يا سلام عليك. ابو خليفة يقول لك: اللولو البحريني أحجامه وأشكاله وألوانه مختلفة. يقول لك في هناك 12 نوع مشتق من اللون الأبيض وأربعة أنواع مشتقة من اللون الأزرق، لكن في نوع واحد كذي مشتق من اللون الأصفر ولا اسم. سؤالي لك: شنو الاسم الذي يطلق على هذا النوع؟ هل هو الأصفراني أو صفير أو النور؟ عندك 30 ثانية. ما شاء الله بعد صوتك اليوم منور البرنامج أبو خليفة. الله يخليك صوتك. الله يخليك حبيبي أبو خليفة. أنا لي خبرة شوي أبو خليفة. عطيتك الإجابة يا أبو خليفة. صوتك منور جاي من النور يا أبو خليفة. نورك النور نورك أنت. الإجابة أبو خليفة الإجابة شنو؟ النور النور النور. ثبت ثبتنا على النور يا ابو خليفه. نور قلبي بدا يطفي. الله يخليك حبيبي. مبروك عليك 100 دينار يا الغالي من شركه باتلكو. نورك الغالي. تستاهل يا ابو خليفه. عاد الحين خلصنا من النور، بنروح حق سؤال 300 يا ابو خليفه. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، واكيد ان شاء الله فالك ال 300 باذن الله. يقول لك: من انواع اللولو او من انواع اللآلئ في نوع وايد صغير يعني ما له قيمه ماديه يعني مقارنه باللولو الثاني، يستعمل أكيد في الطب الشعبي وعادة يكافئون فيه النواخذة الأطفال اللي يعني يصاحبون أبهاتهم في الغوص عشان يكتسبون الخبرة ويتمرنون، يعطونهم هذه النوع من اللولو. شنو اسم هذا النوع من اللولو؟ أعطيك خيارات؟ أعرفه بيغنى. تعرفه؟ ولا ما أعطيك خيارات يعني ما بتجاوب على طول؟ السحتيت معروفه انه محرقي وعارف عن السوالف. محرقي وتعرف هالسوالف. تقول السحتيت ناعم ترابي ولا سحتيت؟ نثبت لك على السحتيت. وفعلا ثبت على السحتيت يا المحرق. ثبت عاش ابو المحرق. هذه 300 دينار عاد ايش معناها سحتيت؟ السحتيت الله يخليك هو اللولو الصغار. اي في اللغه السحتيت يعني الطحين الناعم، فعشان كذي يسمونه سحتيت. يا سلام ابو خليفه. لا لا شكلك بتاخذ اللولو العوده كلش باذن الله. ان شاء الله اللي فيها ال 500 بنواصل ولا ما نواصل عليك انت؟ بس السؤال عند ام هلال هين. هين ولا اي؟ لا ان شاء الله تاخذ ال 500 بحيل الله باذن الله تعالى. ان شاء الله الواحد الاحد. بس حط بالك
ان شاء الله. اي انتبه حق يقول السؤال. اي نعم. اللولو له وايد اسماء. اي نعم. اللولو له وايد اسماء. ما لازم منها الصعب اللي احنا نتداوله في اسمائنا. اذكر ثلاثة اسماء لولو. يلا ثلاثة اسماء. اللولو. ايه ثلاثة اسماء حق اللولو. جمال. لولوة. وحطة. لولوة. ايه واحد. جمال وحطة والحطي. ايه وحد. قال لولو جمال. قال لولو جمال. ايه ايه خوش خوش. والحطي. الحصي. نعم ثبت. نعم. ثبت على 500 دينار مقدمة لك من شركة بتلكو. طيب وفوقهم الله يسلمك ومشكورين وما قصرتوا. الله يسلمك. بارك الله فيكم. وفوقهم 200 دينار مقدمة من شركة الحواج. 200 دينار. يا سلام. مشكورين وما قصرتوا. أفخم العطور العالمية. ما قصرتوا. صدرنا والله على حكراتنا في البيت. انتم موسعين صدرنا والله حبيب قلبي. الله يخليك والله. انتم تنسونا حتى بهالكلام الطيب اللي قاعد تقولون لنا عنه. والله الله يخليك حبيبي. تسلم يا الغالي. مبروك عليك ابو خليفه. تستاهل. مبروك عليك. شكرا. تستاهل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وصلنا طبعا الحين حق شنو؟ حق السحب. حق السحب على السياره الثانيه. طبعا السؤال كان كم عدد البطولات اللي اقامتها لجنة رياضات الموروث الشعبي ونظمتها في سنة 2019؟ نحتاج نعرف عدد البطولات. وإن شاء الله يا رب يكون عندهم الجواب. أتمنى يا رب. طبعاً كالعادة بيكون هناك في قرعة. أكيد. على الأرقام. ليه ما يثبت الأرقام على الشاشة يا أم هلال. ويا رب على طول أول متصل معنا يفوز. من يبتدي السحب يبتدي قلبي يرجع. لا كله خير ان شاء الله. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله ننتظر بس يعني يتم ثبت الرقم على شخص واكيد بيتصلون الكنترول فيك ويا رب تكون او تكونين موجوده وترفعين التليفون بسرعه وتعرفين الاجابه او تعرف الاجابه يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ها تليفوني رن. ان شاء الله خير. كم عدد البطولات اقول لك اني انا اللي بجاوب التليفون. عدد البطولات اللي نظمتها. مساء الخير. هلا مرحبا الغالي معك برنامج السارية. اي نعم. بارك عليك. بارك عليك شهر. خلاص بارك عليك شهر. عيدك مبارك. عيدك مبارك. عساك من عواده. من عواده الغالي. احنا وصلنا لسؤال السيارة الثانية اليوم. سؤالك كم عدد البطولات اللي نظمتها لجنة رياضات الموروث الشعبي سنة 2019؟ يا رب تعرف الإجابة. بس ممكن تعطينا اسمك معلك أمر أول شيء. من معانا؟ ابراهيم احمد. ابراهيم احمد والنعم فيك يا ابراهيم. ابراهيم كم العدد؟ 24. 24. يا سلام ثبت. مبروك عليك السياره. مبروك عليك السياره. الف مشكورين يا ابراهيم. تستاهل. شكرا شكرا. يعطيكم العافيه. تستاهل كل خير. مشكورين. يعطيكم العافيه. مشكورين. تتهنى فيها ان شاء الله يا رب. تتهنى. يا سلام. يا سلام عليك. الله يسلمك. فعلا تفرحونا يعني لكل المتصلين او لكل المشاهدين اللي يتابعونا. تفرحونا لما تردون على التليفون من اول مره وتجاوبون السؤال من اول مره. كذي احنا نرتاح وانتم تحصلون السياره وتفوزون فيها. راحوا اربع سيارات. يا سلام. فرحونا من قلبه. بكره بعد في انتظاركم سيارتين وسؤالين اللي سالناكم عنه. أكيد. عن متى تم افتتاح إذاعة البحرين وأيضا متى تم افتتاح متحف البحرين الوطني. سؤالين وسيارتين بكرة إن شاء الله. أيضا تكونون نفس اليوم على طول نتصل فيكم تعطونا الإجابات تريحونا ونريحكم وتوصل لكم السيارات السيارة إن شاء الله. بإذن الله. هذا الحين شوف شنو وصل. وصل الأكل. شوف وصل. شنو اللي وصل. هاي الشرح مال أم. شوف الريحة ما شاء الله. ما شاء الله. تسلم الأيادي يا مطعم الدعوس. شنو ذي؟ هاي الأشار. مانجا الأشار ذي. يا سلام. المانجا على برج الغالية. إن شاء الله. يا سلام. حطي صوب حسن. تمنيت المشاهدين يشمون ذا الريحة الطيبة. أي والله. خنتن وبن. إي إي لا جايينكم إن شاء الله بس أنتم زحموا لنا وحطوا لنا مكان. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية يا مطعم الدعوس. مشكورين ما قصرتوا. تسلم أياديكم وشكرا لمطعم الدعوس. أكيد. اللي يعني طيلة شهر رمضان معانا ما شاء الله كفوا ووفوا وأيضا أيام العيد ما قصروا معانا ونسوان الفريج الطيبات الغاليات على قلبنا اللي ما شاء الله عليهم نوجه لهم
احلى تحيه، شاطين الهمه معانا من اول يوم رمضان لليوم على راسنا كلكم، الله يحفظكم ان شاء الله. استاهلون اكيد ان شاء الله. مشاهدينا اكيد وصلنا معاكم لختام حلقه ثاني ايام عيد الفطر المبارك، نتمنى انكم تكونون استمتعتوا معنا. اكيد احب ابارك لكل اللي فازوا معنا في الساريه، وننتظركم نقول بكره في نفس الموعد من الساعه 9 الى الساعه 11. طبعا من الساعه 9 الى الساعه 12 بنكون معاكم على شاشه تلفزيون البحرين. ختاما ودي اشكر كل الداعمين لبرنامج الساريه، وعلى راسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه الداعم الاول لهذا البرنامج، والى لجنه رياضات الموروث الشعبي ما شاء الله عليهم ما قصروا، وكذلك شركه باتلكو على تقديمهم للدعم لبرنامجنا، وايضا شركه يوسف عبد الوهاب الحواج واولاده ما قصروا معنا، وشركه ابراهيم خليل كانوا. ونجدد لقائنا معاكم بكره باذن الله تعالى. مع السلامه. مع السلامه. Good morning.